بايزاني موف الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض في سلسلة البروناونز، والنهاردة تاني حلقة تخص الريلاتيف بروناونز، تخص ضمائر الوصل. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ضمير الوصل هو، واتكلمنا عن ضمير الوصل هوم، ولكن كان لسه لنا جزئية في هوم وهنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله. ضمير الوصل هوم، من الممكن أن تحل هوم محل المفعول المباشر، ولكن يفضل استخدام هو بدلا من هوم. إحنا قلنا هوم دايما بتحل محل إيه؟ المفعول، ولكن غير المباشر. اللي ممكن إنها بتحل محل المفعول المباشر، ولكن في هذه الحالة هو حتكون أفضل منها. تشوف الإكزامبلز: I visited Nada. She was very ill. هستخدم بقى ضمير وصل هو، وهستخدم ضمير الوصل هوم. هقول I visited Nada who was very ill. هنا هو بريفير أكتر، مفضلة أكتر. I visited Nada home very ill برضو صح، مش خطأ، ولكن not preferable، مش مفضلة قبل. بعد كده عندنا ضمير الوصل which، وممكن استخدم ذات بدلا منه. برضو ضمير الوصل who كان ممكن استخدم ذات بدلا منه. ضمير الوصل which بمعنى الذي أو التي، ولكن لغير العاقل، بيحل محل فاعل غير عاقل مقرر في الجملة الثانية. احنا قلنا ان ضمائر الوصل فايدتها ان انا معدش الاسم تاني في الجملة الثانية. شوف الاكزامبل: This factory is big. It makes cars. طيب انا هنا هحل محل فاعل ولكن غير عاقل. This factory، يبقى هجيب ضمير الوصل بعد الفاعل غير العاقل. أقول this factory which makes car is big، أو which make cars، sorry، في هنا إس أنا نسيتها، بتأسف، هنا إس أنا نسيتها في cars sorry. نكمل مع بعض: This dog is very bad. It bit me. الكلب ده مش كويس، عضني. فاعل ولكن غير عاقل، يبقى هجيب ضمير الوصل which بعد الفاعل غير العاقل، وهو عندي this dog. يبقى هقول this dog which bit me is very bad. تاني استخدام عندي ل which، تحل محل مفعول مباشر غير عاقل. يبقى مرة فاعل ومرة مفعول، تاني مرة مفعول. ناخد بالنا هيكون مفعول غير عاقل. I like this goal. عمر scored it. هستخدم which، هجيبها بعد المفعول غير العاقل، وهو عندي this goal. يبقى هقول I like this goal which عمر scored. example كمان: This is a train. I came by it. هقول this is a train. اهو حددت المفعول غير العاقل، which جبت بعد المفعول غير العاقل I came by. ممكن كمان استخدم which انه بيحل محل مفعول غير مباشر غير عاقل. اما الجمل اللي فوق دي كان مفعول مباشر، اما اللي جايين دول مفعول غير مباشر. اقول they sat on the sofa. قعدوا على الصوفة. عندي الصوفة اهي هي المفعول غير المباشر غير العاقل، يبقى هجيب ضمير الوصل بعدها. زي sat on the sofa. It was very comfortable. يبقى the sofa on which they sat was very comfortable. لاحظت ان انا استخدمت حرف الجر on مع which، يبقى دائما which لما بجيبها تحل محل مفعول غير مباشر غير عاقل لازم هسبقها بحرف الجر on، او ممكن اجيب حرف الجر on بعدها، بس يعني لازم يكون on موجود عندي. يعني اقول on which، زي الاكزامبل اللي عندنا: the sofa on which they sat was very comfortable. او the sofa which they sat on. شفنا on هنا جت فين؟ very comfortable. okay. هنيجي بقى لضمير الوصل whose، وضمير الوصل whose بيستخدم للملكية، للدلالة على ملكية شخص.
استخدامه يحل محل صفات الملكية سواء عاقل أو غير عاقل. الإكزامبل: I saw the girl. The girl's hair is black. طيب هستخدم بقى whose، هقول I saw the girl whose hair، اللي شعرها. استخدمت whose مكان اس الملكية اللي في الجملة، مكان the girl's hair هشيل بقى اس الملكية واحط whose، قول I saw the girl whose hair is black. ذات ممكن استخدم ذات، احنا لمحنا ليها قبل كده مع هو وقلنا بنجيب ذات، ممكن اجيبها مكان هو وممكن اجيبها مكان ويتش ايضا وممكن اجيبها مكان هوم، وان شاء الله هنتكلم في الحلقة الجاية باستفاضة اكتر عن ذات، لان كفاية كده علينا النهاردة عشان ما نتلخبطش. و thank you for watching me، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.